أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
الخير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على وصول
يخلفني عادا. صدق الله العظيم. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. كانت هذه التلاوة من فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، هي مسك الختام في سهرتنا في برنامج في رحاب الإيمان التي نقلناها لكم من الرحاب الطاهرة لمسجد الطاهرة زينب رضي الله عنها وارضاها. أيها الإخوة، نحييكم ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.